والجين باين، يعني اظن باين احمد الحجار، يعني باين واضح جدا من غير ما نقرا تتر. الحقيقه الجين باين، بس هي والدته كمان ست محترمه جدا، استاذه سحر مشهوره، انا بحييها. ربنا يخليها، هتتبسط قوي دلوقتي. طبعا ويا طبعا. يعني شوف علي صاحبي، لكن والدتك برضو صاحبتي، يعني ده لازم. حقيقي احمد الحجار انا بحييك، وزميلي وصديقي حسام حداد زميلنا. الشباب بقى بتوع اكسترا نيوز، يعني هو يبان جد كده وبيقرا النشره، لكن طبعا احنا عندنا اتنين من اسر فنيه. حسام هو حفيد الشاعر الكبير فؤاد حداد، واحمد الحجار هو طبعا نجل الفنان الكبير علي الحجار، ويعني جده بقى ابراهيم الحجار وعمه احمد الحجار، العيله كلها. ايه يا شباب، اتقابلتوا ازاي وعملتوا الشغل ده ازاي؟ يعني قصة طويلة جدا. هو مبدئيا يعني بحكم الاسرتين كان في معرفة ما بين الاسرتين، بس انا يعني انا واحمد اتقابلنا واحنا صغيرين، بس ما نفتكرش ده، بس عرفت احمد عن طريق ابن عمي احمد، وقعدنا فترة طويلة يعني بنعرف بعض بشكل يعني الاسري العادي، ما بنشتغلش لغاية ما ابتدينا سنة 2011. كانت أول حاجة 2010 كان الديوان الجديد بتاعي، كان لسه أول ديوان عمل أول اسمه الماي ما بترويش. ده ليه حدث، ده ليه حدث. الديوان ده كان ليه تاريخ سيجنيفيكنت جدا. ايه التاريخ بقى يا احمد، عمل ايه؟ هو الراجل الطيب ده كان عامل حفله، يعني لازم بقى كل اصحابه يا جماعه اصدار الديوان بتاعي وبتاع، يوم 24 يناير 2011. ايه ده، انت نقيت؟ يعني نقيت يا فالح اللي هو نقيت نشنت يا فالح. طلع انا مطبعة 17 تقريبا، 17 يناير 24 يناير 24 جمعت صحابي في البيت وقعدنا. وياريتك ما جمعتهم بس. ونزلنا بقى نزلتوا الميدان. نزلنا الميدان بعدها والديوان ما نزلش. الديوان ما نزلش لغايه لما فوجئت، وكان من دار ميريت للنشر اسمه ما بترويش. قعدنا حوالي سنه الديوان ما نزلش، وفي الاخر مره بنزل اشتري كتب من ديوان على دواوين شعر، يعني لقيت الديوان بتاعي موجود، فكلمت الناشر فبقول الديوان نزل، فقال لي احنا نزلنا. قلت له يعني النسخ ايه فين؟ قال لي خلصت. فتمام. فابتديت تحس ان انت بتتقري. يعني في الوقت ده قلت ان في حاجه بتحصل، يعني لان انا ما كنتش في دماغي خالص تحت اي وقت في ظرف من الظروف ان انا اكتب شعر. الموضوع جه انا كنت مركز جدا في دراستي والرياضه، اللي هو الشاب اللي ماشي على الخط اللي مرسوم ده طول الوقت. ففتره قعدت اكتب حاجات وبعدين بطلت. كان الكلام ده وانا عندي 13 14 سنه، وبعدين لغايه سنه 2010 ابتديت في حاجات كتير تيجي مني. كتبت لغايه لما رحت رايح لابويا قلت له انا عملت ديوان. قال لي انشر. ابوك هو الابن الاكبر ولا الاصغر؟ الاكبر. الاكبر ليه فؤاد حداد؟ بالظبط. فقال لي انشر، قلت له لا مش هنشر، ورحت واخد الديوان من وراه ورايح لدار النشر ووافقوا. في الفتره دي بقى احمد خد نسخه من الديوان ولقيته بيكلمني وبيقول لي في قصيده اسمها موال الكروم. فقلت له قال لي دي عجبتني فعايز الحنها. فقلت مش عجبتني ده انا صحيت كان في ليله كده ما كنتش عارف انام قوي. وصحيت اللي هو في حاجه كده اللي هو هي دي، يعني مش جت ان هو في حاجه كانت في دماغي لحن يعني، وبعد كده فتحت الديوان بتاعك اللي هو هي دي. طب هو جده فؤاد حداد، وطبعا بيت الشعر، انت بقى طبعا عايش في بيت الموسيقى، نايم يعني صايح صاحي بيتك تل اينما تولون وجوهكم في غنى في مزوره بتتلعب. والله برضو يعني مظبوط طبعا، بالذات من ناحيه جدي كمان اكتر، يمكن عشان جدي هو اللي كان معايا موسيقيا وانا طفل يعني. فعلا اكتر من بابا الحقيقه. علمك ايه ابراهيم الحجار؟ وهو كان يعني هو كان بيدرس غنى في المعهد، درس مشرحات وكده، وكان شاطر قوي انه يعلم اطفال، بالذات كان شاطر قوي في حته انه يخلي الطفل يقول نغمه معينه، هو يقول حاجه وبعد كده الطفل يردد وراه. هو كمان كان شخص جميل كده وحبوب والناس كلها بتحبه، يعني كان حد طيب قوي. فتعلمت منه، وداني بقت تسمع حاجات بسبب اللي انا سمعته او هو اللي بيسمعه لي وانا طفل. وداني اتنمت بسبب اللي هو كان بيسمعه لي وانا طفل.